أهلا وسهلا بكم في زابينج كواد نوف. نبدأ بالفنان مصطفى الدلاجي واللي ظهر الأسبوع اللي فات في برشا قنوات شقيقة وأطربنا في كل ظهور كلماته مع عاني راقي. وانا موش مريجل حتى انا موش عويجل ومن قوة الكلمات أعطتها للذوادي رأيها في الضيف متاحها بكل صراحة وبكل دقة. اش تعتبر مصطفى الدلاجي؟ مصطفى الدلاجي لازين ولعين زيد صوت مبحاح الحمدين والدي. ضيفة قناة الحوار الشقيقة الأسبوع الفارط نعيمة الجاني كانت محاطة برجال والأسئلة حول أعمالها الفنية كانت واضحة. قلق عليها ولا ليه كي تقولك اللي هي قبل الدور في إغراء في السينما تعرفش بيه مثلا تقولك مثلا مش تعمل دور في فيلم ألحت ولحوا الحاحل كان مخرج عالمي كبير ياخذها في فيلم يتعرض عليها الدور كيف هناك وهي متزوجة ورجلها قابل تصرفت وسره اما نعيمة كانت لهم بالمرصاد. انا نقولها ما نرضاش عليك. قداش فرحتني ما تصورتكش تقبلها الحكاية. دولت وقت لازمها تكون اسبري راهي ما تنجم تكون كان اسبري. على قناة تونسنا في برنامج تيلي عشاء اكتشفنا منشطة تقوم بجهد كبير وجبار باش تشره المشاهد انه يشري السلعة اللي تقدم فيها. كل ما بعض مناب قداش وذكرني وسائل الاتصال 580 دينار. الباك نتاعنا الكل. شوية غالي برشا غالي برشا. يعطيك الصحة فريمون عطاك كلمة الله يرحم والدين بلدي. نمشيو لقناة العائلة وين رينا تقنية جديدة في الحوار باش تخلي القنوات الأجنبية تراجع روحها فيما يخص التقشف في المراسلين. مراسلنا أمين مطيراوي لك الخط. نسمع فيك أمين. مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المشاهدين. الله يخرب بيتك وانت ورانا ورانا كل حتة. على قناة فرانس نوف في برنامج جديد بذلت المنشطة كل جهدها باش تقترب من الطبقة الكادحة. ناس كل تغني لها. أنا في الكهرباء. أنا في الكهرباء وصاحبتي متسقفة ذكية مديرة شركة. وصاحبتي متسقفة ذكية مديرة شركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجمعة اللي فاتت تأكد الزحف المصري على تونس بداية من نهائي كرة اليد مرر التلافس من غير ما ننسى قبل الراديوات وذكريات الرياضيين نتاعنا كي يمشيوا الغادي. حنكمل النهارده وبكره حنروح على العين السخنه. كله منظم وكله مظبط ما فيش اي حاجه يعني. قلت لي سيد كله منظم وكله مظبط ما فيش اي حاجه يعني. الحمد لله ولدي.